السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستخدم بقى اللي احنا قلنا عليها، اللي هي ثلاث حاجات اللي احنا قلنا عليهم في جوفة الايه الخدمة، ماشي. أول حاجة هننشئ جدول الأول جديد، تيبل عليه ثلاث حاجات، نوع تكست هنسميه جي بي. هنا هيكون هنا ميكانيكا عفشة وكهرباء. أتأكد الأول بالمسميات بالظبط تبقى موجودة على الواتس. هنشوف كده، هنشوف دلوقتي، نفتح اللي هو عايزه، نشوف كده مكتوب ايه. الميكانيكا هو كتبها كده، العفشة بس الكهرباء بس. شكرا، اقفل واتس، تيبل 55، وش كده على مبيعات وخدمات. واحد يقول لي انت ليه يعني مش عايز تشرح يعني انت بتعمله، يعني اكيد انا شرحت 100,000 مره يعني الحركه دي، يعني مش محتاجه. يعني هنخش هنا الكشف ونشوف كده مجموعة التخدمات، نشوف اتعملت ما اتعملتش، يحدد لي ايه حاجه من الثلاثه دولت، يحدد لي حاجه من الحاجات دولت. اقل بقى وممكن تسيبها فاضيه مش مشكله، بس اهم حاجه، يا سيدي تفتح يابا. ايه راحت فين؟ أهم حاجة ما يخرجش بره القايمة. لو هتختار من هنا خلاص، هنا بقى إضافة للخدمة، بيروح فين الخدمة دي؟ تيبل 30، تعال كده نشوف تيبل 30 كده مكتوب فيها ايه. تيبل 30، فعلا عايزين بقى هنا مجموعة، نكتب هنا مجموعة. مجموعة تبقى كلها سمول، مش مشكلة، هي مجموعة. تكست 34، وهنا هات لي ايه المجموعة دي.
بالإضافة خد بالك احنا في 30 ايه ماشي هنزل بس هنا ناخد بقى ايه المجموعة دي مي دوت تكست 34 بس يعني اي صيانة تاني لو حبيت تدخلها مجموعة هتخش مجموعة على طول مفيش اي مشكلة. كود الخدمة اهو وهي صيانة اسمها ايه يا رب اسمها ايه تركيب كبالين تركيب كبالين سعر التكلفة سعر البيع 600 جنيه دي تبع العفشة طب لو حبيت تبع العفشة حبيت تعمل فاسلف اعمل كده هيخرج بره القائمة قال لك لا لازم تختار ايه اضافة خلاص تمت اضافة تعالى بقى نشوف كده بقى ايه 30 دي دنيتها فيها ايه يعني اتعملت ولا ما اتعملتش فين التيبل 30 اي العفش اتركبت اهي طيب احنا هنا بقى الفاتوره فين الفاتوره مش الفاتوره اللي هي دي المبيعات في التقرير تقرير الارباح مش دي الفاتوره احنا بقى هو عايز لما يجي تعمل الفاتوره طبعا دي فاتوره الاصناف بس هنا داخله معاها دي صيانه انا عايزين فاتوره فيها الاثنين دي فيها صيانة وخدمات احنا عايزين بقى نفصل الخدمات لوحده والصيانة لوحده بتتعمل ازاي بقى طيب احنا ممكن ايه نلعب في الفاتورة دي شوية بس احنا عايزين نحافظ على الايه بقى نحاول نلعب فيها بحيث هو عايز اصله هو عايز كل حاجة لوحديها عايز كل حاجة ايه لوحديها تمام فاحنا هنا احنا ممكن نعمل حركة حلوة يعني هنحافظ على دي ونعمل تقرير تاني هنعمل تقرير تاني مشابه ليها بس هنا بقى فين التقرير التاني فين شايفين دي لا احنا عايزين بقى ايه نعمل زرار الايه اللي يعني هنعمل الزرار هنا اسمها قالب رقم اتنين قالب رقم اتنين قالب اتنين بس هننشئ بقى قالب اتنين دي هنعملها تيبيكال زي ما هو عايزه تعالى بقى نفتح الواتس عشان نشوف الصورة اللي هو عايزها قالب اتنين دي انسى اول شيء هنا في الفاتوره عامل ايه بقى سيدي انا ممكن احاول ان انا اجيب الصوره دي تشوفها انا احاول اعمل التصميم بتاعها الاول هنا الجزء اللي فوق ده احنا بس عايزين ايه نهيئه الاول في الطباعه هنسيف ايه ماشي نعمل بس اي حاجه عشان نعرف نسيفها او ليكن كده كده ريبورت 3 ريبورت
دي بورت 3. بص التلاتة احنا مالية كانت فين؟ طب ثواني كده اما اشوف البورت 13. 13 البورت 13. اول شيء احنا عايزين نهيئ على المسافة دي كلها، ما نزيدش عن كده. اول حاجة الخانة دي نمسحها بقى تاني. الخانة اللي فوق دي الخاص باسم النشاط، في هنا ايكون هنعمل بس ايه تهيئة الاول ونشوف نعمل المقاس بتاعها عشان احنا مش هنزود على المقاس ده. تصميم التقريب ده هياخد وقت جامد جدا، ممكن تبقى على 3 حلقات كمان. ماشي ماشي، احنا عايزين نعمل هنا ايكون نشاط. فين الايكون نشاط؟ عايزين بس نشوف كده الاعدادات، اسم النشاط والايكون. ممكن نغير الايكون ده، عايزين نعمل سيارة، شعار سيارة. ماشي هنوقف عشان نخش على النت نجيب شعار سيارة. هنعمل ريموف ونعمل إضافة أيقونة اللي لسه منزلها دلوقتي أهي بتاعت البيجوت، بس طبعا هي مش أيقونة، مش أيقون، مش مشكلة مش مشكلة. هنيجي هنا بقى عند التقرير 13 ده، اللي هتعمل فيه طبعا، بس احنا عايزين نعرف هو نزل فين، ما بردك مهم. او الايكون، اسم الايكون، الايقونة دي نزلت فين بقى؟ بالمرة نغير الايقونة دي، يموفد، وهنحط الايقونة اللي لسه منزلها هي دي. لا مكتوبة هي دي، شكرا. اظهار طبعا، نشوف كده الدنيا فيها ايه. هنا التقرير ظهرت معانا اهي. هناخد بقى ايه التقرير اللي هو بتاع 192 ده، هناخد ده وده نسخ بالظبط، وهنيجي عند بتاع 13 ريبورت 13 اللي هو ده، ونلصق الاثنين مع بعض. ده هيبقى قارب لوحده تماما، ملوش اي علاقة. خلينا بس نشوف القالب. مبدئيا كده الاتنين دول لازم يظهروا، وهنعمل هنا حاجة اسمها هو عامل ايه، يعني كده الخلفية بتاعته، هو عامل خلفية تقريبا سودة. عمل خلفية سودة. ماشي، يبقى الجزء ده اسود. ماشي، واللي جوه ده المفروض يبقى اسود، بس مش هنخليه اسود، هنشوف كده يبقى شكله عامل ازاي. ادينا كده. ماشي، هنيجي هنا الجزء دوت، انا عايزك بس ايه يا جدعان استحملوني شوية عشان خاطر الموضوع هيطول معايا. اصلا كده كده اساسا المفترض ان انا ما زيش حاجه زي كده. ليه؟ ده مش شرح، ده انا بخلص مصلحتي، يعني ده مش لمصلحه اي حد بيتابع يعني، بس يعني اتفرج. انا بقول لك اتفرج. انا على فكره انا بعملها كده ليه بقى؟ انا ليه بزيع الحاجات دي؟ عشان اشوف انا عملت ايه وسويت ايه، اشوف انا عملت ايه وسويت ايه في الفتره اللي فاتت. ماشي، طيب هنا بقى دي ماشي، هنغير بقى المسمى. فين الاعدادات؟ معلومات النشاط، لا ده اسم اللي تحتي، اللي تحت اسم الايكون، مركز الزهراء. الزهراء كده يبقى
الزهراء كده صح كده؟ مركز الزهراء لقطع غيار السيارات. ورينا يا ولد. ماشي خلاص كده، يبقى كده ايه مركز الزهراء قطع غيار السيارات. هنا بقى المفروض في ارقام تليفونات وكام، ده هنخليها هنا في الاعدادات التانية. فين بقى؟ هات لي الاول 192 عشان في هنا بتاعت الاعدادات التانية اللي هي بتاعت الارقام التليفونات. هناخد كده دي نسخ ونخش على 13. هنا بقى هنعمل شكوى العميل للسيارة، مالناش دعوة بقى بكلمة السيارة، شكوى العميل، اسم العميل ورقم الموبايل وموديل السيارة وتاريخ الدخول وتاريخ الخروج. تاريخ الدخول وتاريخ الخروج، ففي حاجات لسه ما عملتهاش طبعا، بس احنا ممكن نعمل حركة حلوة. احنا هنضيف بس رقم العميل، رقم تليفون العميل. احنا تقريبا العملاء التليفونات هنا، بس ده لازم يدرك معاه في الفاتورة، لازم يدرك معاه في الفاتورة. طيب ماشي، طب خليها في الاخر، نخلي الموضوع ده في الاخر، نخلص بس الاول الحتة المهمة قوي. خلاص بس الأول، بس احنا نعمل حسابها، تعال نعمل حسابها الأول. عايزين نعمل تكست بوكس وليبل، وهنا ليبل نكتب هنا اسم العميل اسم العميل رقم الموبايل. موديل السيارة. تاريخ الدخول وتاريخ الخروج، تاريخ الدخول وتاريخ الخروج. ايه تاني؟ مهندس استقبال واسم الفني والكلام ده ماشي، رقم اللوحة
يبقى كده كام واحدة؟ ادي 1 2 3، 1 2 3. يبقى كده في خانة كمان. احنا بنوصف اللي انا شايفه، انا بوصف بعمل على زي ما هو بيقول بالظبط. بعت له ورقة عايز شكل الفاتورة دي بالظبط، هنعمل هنا ليبلز. بيقول يا سيدي، خش على الواتس تاني معلش عشان تعبيه في كل شوية. مهندس استقبال، مهندس اسم الفني، مراجعة. ماشي، طيب ده علي محمد وعماد، ده ثابت عنده علي. محمد وعماد ماشي. احنا كده ايه، هنكمل إن شاء الله في الحلقة الجاية استكمال لتصميم الفاتورة الخاصة أو للمهندس الطالب تعديلات في هذا البرنامج. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.